خوتي خواتاتي، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير ويرزقكم ربي التيسير. مرحبا بكم في جريمة اليوم. جريمة اليوم كانت في 2010 في مدينة الرباط. واحد الولد كان كيقرا في جامعة القاضي عياد. جامعة القاضي عياد كما كتعرفوا كاينه في مراكش، ولكن الأصل ديالو وفين كانوا ساكن والديه كانوا في مدينة برشيد. ملي شد البكالوريا ديالو مشى يقرا في جامعة القاضي عياد. الولد كان عايش محقور، عايش محروم، وهذا الشيء اللي خلاه يدير نفس ويجتهد. بالفعل ضرب تماره وخضى الشواهد ديالو العليا. في هذه المده هذه اللي دوزها في قاضي في جامعه القاضي عياد اتعرف على واحد البنت. هذه البنت معقوله وما فيها ما يتعب، بغى بعضياته، البنت بغاته وهو بغاه، وحطوا بين عينيهم هدف واحد واتفقوا عليه، قرروا انهم يتزوجوا. وبالفعل داك الشيء اللي كاين. هذا الولد هذا فاش تخرج وفق الله وتوظف كموظف وزارة الداخلية وخدم في الرباط، ووفى بكلمته وتزوج بهذيك البنت. استقروا في العاصمة في الرباط ولاو عايشين تما، حيت الخدمة ديالو كانت في العاصمة الإدارية. بقات الأمور غادة بيناتهم على أحسن ما يرى. هذه المرأة فاش تزوج بهذا الولد هذا قال لها شوفي دابا أنت غير قلتي في الدار، الحمد لله الظروف المادية ديالي مزيانة وما كاين لاش تخدمي. فعلا المرأة سعفاتو وبقات جالسة غير في الدار، مقابلة دارها ومقابلة راجلها. مرة في كانت كتمشي عند والديها، أصلا والديها قراب ليها، تاهما ساكنين في نفس المدينة، تاهما ساكنين في الرباط. كانت تجلس معاهم واحد الساعتين ثلاثة السوايع وكترجع لدارها، وبعض المرات كتاخذ الإيد من راجلها وكتبات عندهم. كتكون توحشتهم كتقول له راه بغيت نبات معاهم، كيقول لها ما فيها باس ماشي مشكل. حتى لواحد النهار هاد المرأة عيطت لراجلها مع شي جوج ديال العشيه، قالت ليه شوف انا رانا غادي ندوز نشوف الوالده ديالي راه عيانه شويه ورجع. قال لها صافي سيري ماشي مشكل. وبالفعل مشات لدارها، مشات عند والديها، ونيت ما كايناش شي مسافه كبيره، دارهم قريبه ليها بزاف. راجلها ملي رجع للدار دخل ارتاح شويه، كتبان له المراه ما جاتش، بقى كيساينها والو، قال ربما تكون مازال عند والديها. شد التليفون وبغى يعيط لها، ولكن التليفون ديالها طافي. كان ربما يكون التليفون خواليها من لاشارج. اهبط اركب على الطوموبيل ديالو ومشى لدار والديها كيسول عليها. ولكن هنا شنو غادي يوقع؟ الوالدين ديال مرتو وعائلتها كيقولوا له ولدي راه نسرين راه فعلا جات عندنا للدار، ولكن راه مع تقريبا الخمسه ديال العشيه خرجت، خمسه لخمسة ونص قالت لك غنمشي للدار ديالي. وفعلا خرجت ومشات للدار. هو كيقول لهم اودي هادي رجلي من الدار، نسي راه ما جاتش، انا فاش جيت من الخدمه ما لقيتهاش وتسنيتها ما دخلتش، ودابا هي 8 ديال الليل وانتم كتقولوا خرجت مع 5 ونص، وهاد المره فين غادا تكون مشات بلا ما تعلمني انا وبلا ما تعلمكم نتوما؟ لا راجلها لا والديها. شد التليفون كيصوني عليها والو، كيقول لها انتم شوفوا على عينيك، ها التليفون ديالها كنصوني عليها طافي، وهي ما يمكنش تفات التليفون هاد المده كامله. اذا هاد البنت في غادا تكون مشات. والديها كيقولوا خرجت من الدار مع 5 ونص، دابا هي 8، راجلها ملي جا من الخدمه تسناها حتى طاب في الدار ومازال الان ما رجعتش. واللي كيزيد يعطي الامر طابع ديال الغموض هو ان السيده طافيه التليفون، هي ما كتسخاش بالتليفون حتى 5 دقائق، كيتصلوا بها التليفون ديالها طافي، علاش الله اعلم. والديها اش كيقولوا؟ كيقولوا ربما تكون دازت عند خالتها، او ربما تكون مشات عند شي صاحبتها غير هنايا. عيطوا عاود ديك خالتها كيسولوا الو واش نسرين جات عندكم؟ خالتها كتقول لا سيدي نسرين ما شفتهاش كاع اليوم. من مور خالتها عيطوا لكاع العائله، العائله ديالهم كامله في الرباط عيطوا لهم، جات عندكم نسرين؟ لا ما جاتش. تخبر ما كاين على هاد البنت هادي. راجلها وعائلتها ديك الساعه تخلعوا وبداو كيدوروا في الشوارع ديال الرباط، لعل وعسى زعما يلقاوها، لكن السيده اغبر ليها الاثار. وصلت 10 ديال الليل ووصلت ل 11 ديال الليل والو، التليفون مازال طافي. هنا القضيه بدات تدخل في الصح، قالوا خاصنا نديكلاريو، هذا الشيء ما بقاش طبيعي وهذا الاختفاء راه ما يكونش على خير، هذا الشيء ما كيبشرش بالخير. بالفعل اش داروا؟ هزوا التصويره ديالها ومشاو للكوميساريه. الراجل كيقول للبوليس كيقول لهم سيدي هاد السيده هادي اللي في هاد التصويره راها مراتي،
راه خرجت من الدار مع ديك الجوج ديال العشيه، عيطت لي بالتليفون تشاورت معايا قالت لها بغيت نشوف والديا. قلت لها سيري الله يسهل عليك ما فيها باس، امها مريضه. قلت لها سيري، ولكن ملي رجعت للدار لقيتها مازال ما جاتش. واخ اتصلت بها في التليفون ديالها لقيتو طافي، وانا عارف هي ما تسخاش بالتليفون حتى 5 دقائق، واخا في الزنقه مشيت تشارجي عند شي واحد من الحانوت. قال لهم موراها مشيت عند والديها، والديها كيقول اسيدي خرجت مع 5:30. ايوا انتما كتشوفوا اسيدي مازال الان ما رجعتش، ما هي في الدار ما هي عند والديها والتليفون طافي. البوليس خداو من عندهم ديك التصويره ديال البنت، خداو شي معلومات شخصيه ديالها بحال السميه الكنيه المواصفات ديالها كي دايره هاد البنت، طويله قصيره صفراء بيضاء كحله. عيطوا ديك الساعه ربطوا الاتصال بمصلحه حوادث السير، ربما تكون البنت دايره شي كسيده. هما كيردوا عليهم كيقولوا ما سيدي، قالوا لهم فعلا عندنا واحد البنت وراها في العمر تقريبا ديال هاد البنت هذه اللي كتقلبوا نتوما عليها، ونفس المواصفات تقريبا. كيقولوا لهم راه جابوها من واحد الكسيده، وراهم ما لقاو عندها حتى شي وثيقه، وما لقاو عندها لا لاكارت ناسيونال اللي تحدد الهويه ديالها، ولا حتى شي حاجه في البسطان، حتى ما عندها لا ساك لا بسطان لا حتى شي حاجه، لقاوها بوحدها صول. يقول لهم راه تهزت للسبيطار في حاله خطيره وخطيره بزاف، ولكن ام البنت اختها كيقولوا ما يمكنش هادشي، حيت الا كانت بنتنا اللي دايره الكسيده راه غادي يكونوا عارفوها شكون. كيقولوا بنتنا ملي جات عندنا للدار راه جابت معها واحد الصاك ديالها، والصاك ديالها راه كتهز فيه لاكارت ديالها، وفيه شي تصيورات شي وثائق خاصه ديالها، بعض المرات كيكون فيه عقد ديال كاع. البوليس هنا قالوا هاد البنت هادي اللي دايره كسيده ما معها حتى شي حاجه، ما عندها لا صاك لا بسطه ما حتى شي حاجه. هاد البنت اللي لقيناها مليوحه ضربها الطوموبيل وسناها للسبيطار راه ما لقينا عندها لا لاكارت لا والو، وما كانش عندها الصاك اصلا. اذا غريبه هاد القضيه. على عين البوليس قالوا لهم اودي دابا نتوما بغض النظر واش عندها الصاك ولا ما عندها الصاك، هادشي ماشي مهم، حيت يقدر يكون كان عندها الصاك وملي طاحت ضربتها الطوموبيل ولا هادي طاحت، يقدر يكون جا شي واحد من دوك الفضوليين اللي كيجمعوا الكسايد وبان له الصاك طمع فيه وزاد قال ربما يكون فيه شي فلوس صحيحه. قال لهم على العموم هادي راه كتبقى مجرد تفاصيل وحيثيات ما عندها تقييم، انتوما معانا دابا امشيو معنا للسبيطار وعاد شوفوا بعيوناتكم واش هاد البنت بنتكم ولا لا، شنو غتخسروا نتوما. بالفعل مشاو معاهم للسبيطار، دخلوا الجناح ديال لي زيرجونس مستعجلات، كيشوفوا البنت ما لقاوهاش بنتها. هما كان عندهم الامل قالوا لقاوها واخا تكون مهرسه مضروبه مدقدقه، ولكن لقاوها. كيقول اللهم العمش ولا العمى، حيت القضيه كطول وكيطول الاختفاء كتبقى تبان على الحاجه الخايبه الله يحفظ، كيبقى يبان عين الموت قدام عينك، كيبقى يجيك عين الموت. يقول ما عرفاش داروا له، قتلوه قطعوه فعلوا له. اذا هاد البنت هذه اللي في السبيطار اللي دايره كسيده ماشي بنتها. المهم خرجوا من السبيطار وبقاو هذيك الليله كامله وهما كيدور راجلها وعائلتها كيقلبوا عليها مدينه الرباط كامله، لكن للاسف البنت بحال الارض شقت وبلعتها، وكان هذا الاختفاء هذا غامض. علاش؟ حيت كيعيطوا لها كيعيطها راجلها ما كتجاوبش. هي قالت له انا غادي عند والديا، ولكن ملي رجع ما لقى حتى شي حاجه، تليفونها طافي، وكيقول لهم مستحيل المراه مبليه واحد البليه خايبه مستحيل تفوت التليفون، ولا طفى لها 5 دقائق تسعه. ها هو لحد الساعه هي 10 11 الليل ومازال التليفون ما شاش، والبنت مازال ما بانش ليها الاثار. اذا الامر ربما كيتعلق باختطاف 100%. بقاو العائله كيقلبوا كيسولوا ديك الليله كامله، والبوليس حتى هما داروا الاجراءات الاعتياديه ديالهم، ما معروفه الاجراءات اللي كدار في مثل هذه الحالات ديال الاختفاء. طبعا كيف العاده كيشوفوا جميع المصالح المعنيه، ولكن هذا الشيء ما كان عنده حتى شي نتيجه، ما كانت عنده حتى شي فائده. جميع المصالح الامنيه ديال ديك المدينه اللي ضربها كيقول لك نيجاتيف، هاد البنت ما كاينش الاثار ديالها. كيقولوا ديما تسجلت حتى شي حاله اللي مجهوله الهويه، حتى شي حاله ما عندنا بهذه المواصفات هذه. نغد ليه في الصباح والديها كيقلبوا وحتى راجلها ما خلا فين مشى. البوليس ديك الساعه وزعوا برقيه على جميع مصالح الامن والدرك الملكي. المفاد ديال هذه البرقيه هذه شنو كتقول؟ كتقول راه حنا كنبحثوا على واحد مختفيه بهذه الاوصاف هذه. هذه البرقيه كانت معها التصويره ديال البنت، ولكن عاود حتى هذا البحث ما غادي يدي حتى شي نتيجه، وها هي دابا تقريبا 24 ساعه وبلا حتى شي نتيجه ولا شي اخبار جديده. البنت ما بان لهاش الاثر،
وحتى السبيطارات ملي كتجيهم شي حاله خطيره ولا حاله مجهوله الهويه راه مباشره كيعلموا مصالح الامن. ولكن في هذه البنت هذه حدود الساعه ما كاين حتى شي خبر لا وصلت لا البوليس ولا الجدارمي، ما كاين حتى شي جديد. حتى وصلت العشيه يعني الليله ديال الغد ليه ديال الاختفاء، وصلت تقريبا ديك العشرة ديال الليل طبعا ديال الغد ليه. واحد السيد هو ولده كيعيط للبوليس قال لهم اودي راه جا واحد السيد ولاح واحد البنت قدام الدار عندنا قدام الفيلا. قالوا واحد البنت جابتها واحد الطوموبيل رماتها قدام الفيلا ديالنا ومشات. البوليس بالبلاصه مشاو كيجريو لعين المكان. زاد عندهم داك السيد هو والولد ديالو، قالوا ليهم احنا اللي عيطنا لكم الامس، احنا كنا داخل في الدار في الفيلا ديالنا حتى كنسمعوا شي طوموبيل دارت واحد فرانس 5 وقفت. كيقولوا متى وقفت؟ هنا عند باب ديال الفيلا. الولد كيقول لهم انا طليت من البانكو، هذا الولد اللي كيهضر كيقول لهم انا طليت من البانكو ملي سمعت داك الفران بالجه، بغيت نعرف شكون انويت انا شي سكيري بحيح كنقول هذا يجمع مع الباب يهرسوه. حتى كتبان لي واحد طوموبيل داسيا، طوموبيل صغيره داسيا فيها البلاكه ديال الطاكسي الفوق، طاكسي صغير داسيا سانديرو. قال لهم وقفوا الطوموبيل هنا عند الباب ديال الفيلا ديالنا ونزل منها واحد خينا. كانوا جوج ولاد، نزل واحد منهم حط الجثه ومراها ركب مع صاحبه وزادوا. قال لهم ملي نزلت انا والوالد ديالي نشوفوا شنو واقع عند الباب، كنشوفوا مسكينه البنت راه مرميه ميته. هنا البوليس بحسب المعاينات اللي داروا في عين المكان كيلقاو البنت شابه يكون في عمر هذيك 25 26 عام مقتوله مرته. لقاو فيها واحد الضربه مسكينه للكلوه ديالها ويديها بحال مقطعين، يعني فيهم اثار ديال التقطع، يد كانت باقا لاصقه ولكن كان يعني بشي واحد بداها بدا كيقطع فيها يعني قريبه تطير من بلاصتها، ورجليها تاهما نفس الشيء تاهما بحال شي حد كان يقطعهم. البنت ما لقاو معاها لا وثيقه لا حتى شي حاجه، حتى حاجه ما كتحدد الهويه ديالها شكون هذه البنت. الله اعلم. البنت لابسه حويجاتها بشكل عادي وما فيهاش اثار ديال العنف، يعني ماشي نقولوا شي واحد مزرق ليها عينيها ولا ضربها للوجه. الضربه الوحيده اللي فيها هي الضربه ديال الموس اللي في الكلوه. هذا الشيء طبيعه الحال لاحظوه البوليس في عين المكان ولاحظوا الاثار ديال الدم الكثير. وكيف قلنا هذه البنت مليوحه ما عندها لا وثيقه لا حتى شي حاجه اللي كتحدد الهويه ديالها، وحوايجها ملبوس عادي. علاش حوايجها ملبوس عادي؟ باش كتفكر واش كاين شي اغتصاب ولا ما كاينش. هاد الدريه رفعوا لها البصمات من يديها وعيطوا للنيابه العامه خبروهم بهذه الواقعه هذه. هذاك السيد هو ولده جرهم معاهم الكوميساري، داهم البوليس الكوميساري طبعا باش يحرروا الاقوال ديالهم في محضر رسمي ويسنيوا عليه. جثة هزوها مباشره المستودع الاموات، المستودع البلدي لا مورك. في المركز ديال البوليس هاد السيد هذا هو ولده اعطاه جوج ديال المعلومات مهمه. كيقولوا ودي الطوموبيل راه طاكسي من نوع داسيا راكبين فيها جوج ديال الناس، الشيفور وداك خينا اللي جالس حداه. وبحسب ما كيقول هاد الولد هذا انا طليت اصلا ما فيهاش تبرقي، قال لهم انا عيط طليت ملي سمعت داك الفران مجهد، اما كون وقف الطوموبيل عادي ما نديهاش كاع فيها. قال لهم طليت من الباركو، قلت ربما شي حد مرونها هنايا. قال لهم حتى كيبان ليا داك خينا اللي راكب حدا الشيفور نزل هز شي حاجه وحطها تما في الباب ديال الفيلا. قلت شحال المصيبه هذه اللي حطونا قدام الدار. قال انا ما بان لي شنو حط، ولكن مع الحنيه اللي حنا باين بانه تكا شي حاجه حطها تما، لان كان مدرك عليا الصور ما بان لي شنو حط. المهم باينه انه حط شي حاجه مع ديك الحنيه اللي حنا موراها ركب حدا صاحبه وزادوا بحالها. قال لهم اللي هبطت انا والوالد ديالي لقينا الجثه هنا طايحه، كانت هذه هي الاقوال ديالهم. كيقولوا طاكسي صغير فيه جوج ديال الناس، سياره من نوع داسيا ساندير. على اي البوليس اتصلوا العائله اللي كيقلبوا على بنتهم، وغير واحد شويه امساكن خلطوا عليهم كيجريو للكوميساريه. قال لهم الله يخليكم غادي تمشيو معنا لامورك، مشيو معنا المستودع الاموات. ودابا واحد السيده رحنا لقيناها شي نص ساعه دابا، لقيناها في داك الحي ديال الفيلات مقتوله. قال لهم المهم نتوما كونوا مستعدين لاي حاجه، ربما تقدر تكون البنت ديالكم. اداهم لامورك، جبدوا لهم الجثه من الفريكو. وهنا كانت الصدمه، هاد العائله هذه تعرفوا على البنت ديالهم وقالوا هذه هي بنتنا اللي كنقلبوا عليها. واخ
إذن البنت المختفية تم العثور عليها مقتولة. البنت اللي كانت غابرة هاي تلقيت مسكينة مقتولة. والبحث انتقل من حالة اختفاء والإجراءات اللي كدار في الاختفاء إلى البحث والتحريات وجريمة قتل. طبعا تحت إشراف النيابة العامة. على أي كتاب كانوا أول وحدين طبعا غادي يستدعيوهم البوليس وياخذوا الأقوال ديالهم، هما أقرب الناس ليها، هما العائلة ديال الضحية. فاستدعوهم قال لهم واش ما كتعرفوش شي حد من جيرانكم أو من عائلتكم عنده شي تاكسي صغير من نوع داسيا؟ كيقول لا سيدي ما عندنا حتى شي حد من العائلة ديالنا اللي عنده تاكسي صغير، وتا الجيران حتى واحد ما عنده تاكسي، وجيرانه فعلا حتى واحد ما عنده تاكسي لا من نوع داسيا ولا من أي نوع. العائلة ديالهم كيقولوا حتى حنا في العائلة ما عندنا حتى شي واحد عنده تاكسي. البوليس كيقولوا لهم واخا سيدي حتى واحد ما عنده تاكسي، نتوما واش ما كتشكوش في شي حد؟ كيقولوا بصراحة سيدي ما كنشكو حتى في شي واحد. البوليس قال لهم اودي راه ماشي بالضرورة شي حد يكون عنده معكم عداوة مباشرة، ربما يقدر يكون شي حد كيعرف بنتكم، شي حد تكون دارت معها شي فالطة وحكاها فيها، او شي حد كان عندكم معاه نتوما شي حساب ولا شي خصام قديم وتكونوا نتوما اصلا نسيتوه ولكن هو ما نساش دقته. كيقولوا سيدي حنا كاين واحد الولد ولد دربنا قبل ما تزوج بنتنا بهذا السيد هذا كانوا جاوا والديه يخطبوا من عندنا البنت، ولكن البنت ما بغاتش، كتقول لك هذاك هو اللي ما ناخذوش. كيقول لك سيدي ولا وعاودوا رجعوا والديه المره الثانيه، خطبوا جوج مرات المره الاولى والمره الثانيه، ولكن البنت عاود كانت رافضه تماما، كتقول لهم هذاك يطير وينزل ما عندوش. هذا الشيء طبعا قبل ما تزوج. البوليس في البلاصه شكوا في داك الولد، مشاو جابوه للكوميساريه صدقوا لجيرانهم وساكن في نفس الدب. الولد اكد لهم بانه فعلا كان باغي ديك البنت، انا هذيك البنت كان بغيها، وكيقول لهم وباقي باغيها الان، وكون ما كتبش عليها المكتوب وطلقها راجلها نعاود نخطبها. قال لهم نخطبوها ليا والديا جوج ديال المرات ونخطبها حتى 10 ديال المرات. ديك البنت كان بغيها وكان موت عليها ولكن ما كتبش. واخ قالوا له انت عندك شي طاكسي؟ قال لهم لا سيدي انا عندي طوموبيل عاديه. وبالفعل البوليس نزلوا شافوا الطوموبيل ديالو كيلقاوها طوموبيل توريست عاديه عائليه الطوموبيل. ايوا انت قول لنا فاش خدام؟ قال لهم انا عندي بوتيك ديال الحوايج، عندي بوتيك في القيصريه. البوليس قلبوا معاه وعمقوا مع البحث وتبين من خلال الاستجواب ديالو ان هذا الولد هذا البنت عزيزه عليهم قطره له من عينه وما عنده حتى علاقه نهائيا بالقتل ديال هذه البنت هذه. هنا البوليس جاهم التقرير ديال الطبيب الشرعي. التقرير هذا غادي يصرح بمعلومات مهمه. شنو فيها التقرير؟ التقرير كيقول لك سيدي السبب ديال الوفاه ديال البنت كما كان كما كنا متوقعين كامل هو ديك الضربه اللي مغرقه اللي جاتها في الكلوه اليمنيه ديالها، ولكن اللي ما تفهمش وما فسروهش حتى المحققين في هذه القضيه هذه هو ملي قال لهم بان البنت ما تعرضتش لشي اغتصاب ولا شي اعتداء جنسي نهائيا. كيفاش هذه القضيه؟ التقرير كيقول بان ما كاينش ما يفيد في الجسم ديال البنت كيبين انها تعرضت لاعتداء، وهذه القضيه هذه كانت كطرح اكثر من علامه استفهام. كيفاش البنت ما تعرضتش لاعتداء جنسي؟ هي تخطفت تقتلت وما تعرضش لاعتداء، اذا شنو السبب؟ علاش هذا القاتل هذا يمشي يخطف هذه البنت ويقتلها؟ ما عنده سبب ديال الجريمه اللي يخليها يقتلها، ما عنده سبب اللي يخليها يخطفها. هاد الولد اللي خطفها ولا هاد الناس اللي خطفوها غير اش قتلهم؟ ما يمكنش. اذا شكون هذا اللي اختطف هاد البنت او قتلها؟ ولكن باش عرفنا حنا اصلا اختطاف ربما تكون البنت مشات بخاطرها. المهم السؤال اللي مطروح حاليا شكون هو القاتل؟ شكون يعرف القاتل؟ نعلم الطبيب الشرعي كيقول اودي الضحيه راه فيها اثار ديال تقاعد الجثه في اليد ديالها وفي الرجلين ديالها، وهذا كيدل على ان القاتل كانت عنده محاوله للتخلص من الجثه، باغي يتهنى منها. باش باغي يتهنى منها؟ بالتقطاع ديالها باش تسهل عليه انه يتخلص من الجثه. اذا كانت محاوله ديال اخفاء معالم الجريمه. هذا القاتل كان باغي باي وسيله يتخلص من الجثه، وكيفاش غادي الحل هو يقطع اطراف. ولكن يعلم الله شنو السبب اللي خلاه يتراجع على هذه الفكره هذه ديال التقطاع، لان بدا فيها هو اصلا. هنا نشير واحد النقطه، هي ان داك السيد هو ولده
مالي الفيلا اللي تلقات فيها الجثة قدام الباب ديال الدار. كيقولوا هاد الطاكسي هذا راه كانوا فيه جوج الناس، ودي راه عصابة ماشي على واحد زعما اللي تعدى عليه، هادو جوج الناس. قال لهم واحد كان صايق ولكن ما شفتوش ما حقتش فيه. قال لهم كانت مغطي عليه واحد الشجرة. قال لهم كيبان واحد الطرف من كفاه والعنق ديالو، ولكن باينه الراجل اللي صايق داك الطاكسي. وهذاك اللي كان راكب حداه راه باين بال كامل، لانه نزل ومشى حطو هذا شافو مزيان، وكيقول بانه لا شافو غيتعرف عليه. قال لي لا وليت شفتو غنعقل عليه. اذا بحسب الشهاده ديال هذا السيد هذا هو ولده، كيقولوا ان هاد خياتنا كانوا جوج ديال الناس، اذا جوج ديال القتله ماشي واحد. وبقات الامور غادا هكا، ودازت تقريبا اكثر من جوج سيمانات والبوليس خدامين كيقلبوا ماشي راكدين، تحريات مكثفه في هاد القضيه هذه، ولكن ما كاين حتى شي حاجه، حتى خطوه ما تزادت لقدام في هذا المشكل. حتى واحد الليله واحد السيده جات عند البوليس كتقول لهم سيدي دابا رانا كتركت لنا واحد مول الطاكسي صلاح، ورانا تناقشت انا وياه على واش تناقشتو، على قبل ركب معايا شي وحده اخرى حق انا اللي ركبت الاولى. قالت لهم هاد الهرقاوي عيبانت لواحد البلاصه وقف الطاكسي وركبها معايا. هم اللي بديت نغوت عليه، قلت له انا اللي ركبت الاولى ومادام انا نخلصك في التراجي والكونتور خدام ما تركب معايا حتى شي وحده، ما عجبوش الحال. كنقول له وصلني لبلاصتي وسير ركب اللي عجبك. قالت لهم هو يجاوبني بواحد الطريقه سوقيه. قالت لهم قال لي كلام خاسر وطايح وما نقدش نقولو دابا. قالت لهم ديك الساعه فاش خسر معايا الهضره بدا يعيرني، قلت له صافي اخويا نزلني هنا. وهنا بدا كيسب ويعرق. قال لهم اللي بدا يعيرني ما بغيتش نخلصو. قلت له انا ما وصلتينيش لبلاصتي انا ما مخلصك، شو دابا سير انت مع هاد المراه هادي اللي بغيت تركبها. ديك الساعه زايدنا في الهضره، قلت لهم سبني وبغى يضربني. قالت لهم راه كاين حتى الشهود، هادشي راه وقع قدام الناس. قالوا لها خديتي رقم ديال لوحه السياره يعني خديتي الماتريكول ولا ما خديتيش؟ قالت لهم طبعا خديته. ديك الساعه خطاو البوليس الرقم ديال السياره ديال هاد مول الطاكسي هذا، وخرجوا ديك الساعه يقلبوا عليه. مشاو كيقلبوا على هاد الطاكسي وعلى الشيفور ديالو، اي شويه هما كيشدوه ها هو الطاكسي، ولكن كيقولوا للسيد هو هذا؟ كتقول لهم لا ماشي هو هذا، هاد الطاكسي لقاو فيه واحد اخر، واحد اخر هو اللي سايقو. السلام عليكم السلام. قالوا هذيك السيده واش هذا هو السيد اللي تعدى عليك بالسبانه المعيان؟ تقول لهم لا، اللي تعدى عليا ولد اخر وصغير على هذا بزاف، اللي تعدى عليا تكون في عمره غير هذيك 28 عام 29 عام. هذاك السيد اللي في الطاكسي قال لهم اسيدي الطاكسي راه ديالي، وانا كنخدم في هذا الطاكسي من 9 حتى ل 12 او الوحده ديال الليل تقريبا، اما بنهار راه كيخدم فيه واحد الولد. هاد الولد هذا راه خدام معايا جبتو باش يعاوني في هاد الطاكسي هذا تقريبا دابا المده ديال الشهر. قالوا له مزيان. قالوا له دابا عتمشي تورينا هاد الولد هذا في كيسكون. قال لهم ايه مرحبا نديكم. هاد مول الطاكسي بحسب ما كيصرح به قال لهم ودي هاد الطاكسي راه يلا خديته، يلا شديته من عند الولد دابا بنهار النهار كامل كيخدم فيه الولد. انا عندي بريكولات اخرين كنديرهم وما كنبغيش نخدم منها، ومن كيسالي نوبته كناخذو من عنده. يعني لو وقعت شي حاجه من 9 الفوق راه ديالي، قبل 9 راه هو مولاه. قال لهم انا كنخدم غير 4 السوايع ولا 3 السوايع من 9 حتى 12 وحده الليل. السيد مشى معاه ووراهم المحل ديال السكنه ديال داك الولد، وهنا كانت المفاجاه، ومفاجاه غريبه وغريبه بزاف. هاد السيد مول الطاكسي وصل البوليس للدار ديال هاد الولد هذا اللي خدام معاه، ولكن لقاو راسهم مشاو للدار نفسها ديال داك خينا اللي باغي يتزوج، اللي كان باغي يتزوج بديك البنت وخطبها جوج مرات، البنت اللي تقتلت. الولد اللي كان رسل والديه يخطبوها المره الاولى وما بغاوش، ولا رسلها المره رسلهم المره الثانيه وما بغاوش عاود. البوليس جاتهم غريبه هاد القضيه هادي، شنو العلاقه ديال الولد اللي فايت خطب الضحيه، هاد الضحيه اللي تقتلت مع هاد مول الطاكسي؟ وهاد الناس كيسكنوا في نفس الدار، وهذا راه الحي ديال البنت المقتوله، نفس الدرب ديالها. هاد الولد هذا اصدق ساكن معنا في الدار مع الشيفور ديال الطاكسي اللي دابز مع المراه. قبل ما يدقوا في ديك الدار سولوا مول الطاكسي، قالوا الولد اللي خدام معك شنو سميتو؟ قال لهم الولد اللي خدام معايا سميتو عبد الكريم. مزيان، اذا عبد الكريم ماشي هو الولد اللي استدعاوه ديك المره، داك الولد اللي خداو منه الاقوال ديالو وقال لهم حق رانا خطبت البنت جوج مرات، وقال لهم باقي لك سبعه عاود نخطبها. هذاك خينا ما سميتوش عبد الكريم، سميتو رشيد. واخا اذا ماشي نفس الشخص. وصلوا للباب دقوا فيه، خرجت الام، السلام عليكم السلام.
قالوا لها كاين عبد الكريم؟ قالت لهم ايه وراه يلاه دخل دابا شويه. قالوا لها كلمه هنا عافاك. خرج عندهم هذا عبد الكريم هذا وخرج معاه حتى ذاك الولد خوه رشيد اللي قلنا حقه معاه في المره الاولى اللي كان باغي يتزوج البنت المقتوله. هذاك رشيد قالوا معاه ياك ما كاين باس الشهر. قالوا له غادي تعرف غادي تعرف اوليدي من تمشي معنا للكوميساري تعرف واش كاين لباس ولا ما كاينش. قال تسنى على خبيزتك الطيب. قال لهم انتم بجوج هتمشيو معنا ودابا نيت. البوليس جرى دوك الجوج خوت وداوه داك عبد الكريم ومع خوه رشيد القضيه فيها الطاكسي. هادو عندهم الطاكسي خدامين فيه واي طاكسي راه مشكوك فيه في هذه القضيه ديال الروح اللي طاحت والبنت اللي تلاحت قدام الفيلا. بالفعل داوه معاه داوهم بجوج للكوميساريه. تما قالوا لذاك الولد اللي كانوا فايتين حقه معاه قالوا له علاش ملي سولناك هذيك المره قلنا لك واش عندك شي طاكسي او كاش تعرف شي حد عنده الطاكسي مسحتي السناب ليك وقلتي بلي حتى حق عندك طوموبيل عاديه ماشي طاكسي وعلاش ما قلتي لناش المعلومه ديال ان اخوك عنده طاكسي خدام في طاكسي. بقى غير كيتفافى في الهضره. قال لهم سيدي خويا ما عندوش طاكسي خويا راه خدام راه عاد دبر على راسه في هاد الطاكسي هذا خدام مع السيد. البوليس قالوا له هي يا سيدي خوك يلا خدم ولكن مول الطاكسي راه كيقول بلي خوك خدم في هاد الطاكسي راه تقريبا شهر شهر دابا باش هو خدام معاه وحنا يلا دابا شي 15 يوم باش جينا سولناك يعني ملي سولناك راه كان خوك ديجا خدام في الطاكسي يعني كان خصك طبيعي انك تقول لينا راه خويا راه يلا خدم في واحد الطاكسي. الولد زيار بدا كيدخل ويخرج في الهضره وهضرته ما بقاتش مفهومه كاع الهضره ديالهم لا وطامه ملاقياش وماشي منطقيه وما كتدخلش كاع الراس. طبيعه الحال بحال كاع المجرمين ملي كيحصلوا وكتبدا تزير عليهم القضيه كيبقاو يضربوا ويخطبوا كيزقلوا. السيد ما لقى باش يجاوب. عبد الكريم الشيفور ديال الطاكسي قال لهم اسيدي انا هاد السيده هادي راه هي اللي سباتني الاولى. قالوا له شوف الشريف الشريف واخا خلي الموضوع ديال السبان ديال هاد السيده انا ما نهضروش معاك كاع عليه والموضوع كبار من هادشي والموضوع راه فيه روح السي. اما السبان من بعد رجعوا ليه. دابا اللي بغينا منك هو الحقيقه كامله. قال لهم واش من حقيقه سيدي؟ قالوا ليه بنت جيرانكم شكون اللي قتلها؟ قال لهم سيدي انا باش غادي نعرف شكون اللي قتلها؟ اش بيني وبين بنت جيراننا واش بيني وبين شي قتيل؟ واخا سيدي حتى ما بينك وبين هادشي والو. البوليس خلاهم تم مشاو جابوا هذاك السيد هو ولده اللي كنا عندهم الفيلا الشهود الرئيسيين في القضيه اللي كانوا قالوا للبوليس حنا شفنا طاكسي فيه جوج ديال الناس جابوهم قالوا لهم شوفوا هاد خياتنا هذا وضربوا طله على الطاكسي. تما قالوا للبوليس اسيدي هذا هو الطاكسي هو هذا الطاكسي اللي حط البنت. قالوا الطاكسي راه ما خافيش علينا واخا ما قديناش نشوفوا الماتريكل ولكن باين طاكسي داسيا سانديرو وبهذا اللون هذا. طلعوهم من الكوميساريه وراهم دوك جوج خوت. هنا شنو غادي يوقع؟ هذاك الولد ولد مول الفيلا ملي شاف داك السيد اللي سميتو رشيد خو عبد الكريم الشيفور الطاكسي قال لهم نعم سيدي هذا هو السيد اللي شفتو في ديك الليله هذا اللي معاه اللي كان سايق ما شفتوش لكن هو هذا الشيفور ما عرف ولكن هذا انا متاكد منه. قال لهم انا متاكد. البوليس واجهوا داك الولد اللي كان باغي يتزوج البنت واجهوا بهاد الهضره هذا واجهوا بهاد السيد هاد السيد كيشهد له في وجهه يعني كيقول له شوف هاد السيد هو ولده راه شافوك ملي حطيتي جوج قدام الفيلا ديالهم. الولد بطبيعه الحال ضربها من الكره ولكن ضغطوا عليه هو وخوه. بوليس حصرهم بالشهاده ديال هاد الناس وبالقرائن طاكسي داسيا ساندير وها كيفاش ها كيفاش ووضعوا لهم فخ بيناتهم هذا كيحقوا معاه بجيه وهذا كيحقوا معاهم بجيه كل واحد داير بجيه وكيقارنوا بين الهضره ديالو ولا تزاكل شي واحد كيمشي يزيدوا يزيروا اضطروا يعترفوا. الولد اللي كان خاطب البنت جوج المرات اش كيقول؟ كيقول في المحضر ديالو انا سيدي هذيك العشيه شفت نسرين شفتها خارجه من الدار ديالها وانا كنت في الطوموبيل ومعايا ذاك صاحبي اللي كان يبيع مشروع انا وياها في القيصريه. قال لهم بصراحه خليناها دخلت في واحد الزنيقه وتعرضنا ليه وطلعناها صحه للطوموبيل. قال لهم ديك الساعه مشينا بها لواحد الفيلا الفيلا كان كاريها صاحبي النيت هذا اللي معايا صاحبو اللي شارك معاه في داكشي ديال القيصريه. قال لهم اللي وصلنا قال لهم انا طلعتها وصاحبي خوا السيكتور هز الطوموبيل ديالي ومشى يضرب بها دوير. قال لهم بقيت غير انا والبنت. قال لهم اللي دخلتها بدات كتغوت حماتها بالغوات
قال لهم انا ديك الساعه كنقول لها سكتي انا غادي غير نهضر معاك وتمشي بحال. قال لها انا ما باغي منك والو، انا نهضر معاك عافاك عاب شويه. قال لهم ولكن هي ما بغاتش كاع تصنت لي وحماتها بالغوات. قال لهم ديك الساعه الجيران يسمعوا. قال لهم شديت لها فمها بقات كتعضني. قال لهم فاش تعصبت بالحريق وهذا ما عرفت كيفاش تجبدت الموت وضربتها للكرش. قال لهم اللي بقات كتنزف دازت غير واحد 10 دقائق وهي تموت. قال لهم ديك اللحظه دارت بيا الارض وما عرفت ما ندير. قال لهم دخت وبقيت كنفكر واش نهزها بالطوموبيل نرميها فشي بلاصه. قال لهم ولكن الطوموبيل راه عند صاحبي وانا صاحبي اللي عيط له غادي يعرف غادي يطلع معايا للفيلا يشوف كل شيء. قال لهم في واحد اللحظه فكرت اني نقطع الجثه ونديرها في ميكات وكل مره نخرج طريه. قال لهم بديت كنحاول ولكن الموس صغير وحافي. قال لهم ما قدرتش نقطع به. إذن هذا هو السبب علاش البنت كانت كتبان فيها الاثار ديال التقطاع. هاد خينا حاول يقطع لها يديها ورجليها. وهذا الشيء اللي جا في تقرير الطبيب الشرعي اللي قال بان الجثه ديال الضحيه راه تعرضت لمحاوله ديال التقطاع. وهذا الشيء اللي بان لهم حتى في المعاينه فاش وقفوا عليها الاطراف كانوا قرابطه لهم بلاصتهم. على عين هذا الولد هذا كيضيف في الاقوال ديالو كيقول لهم اسيدي ملي وقع هذا الشيء وما بقيت عرفت ما ندير عيطت لخويا عبد الكريم. قال لهم بالفعل جا عندي بالطاكسي وملي دخل عندي الفيلا عاودت له داك الشيء اللي وقع كامل وبالتفصيل. قال لهم هو راه شاف البنت ملي وقعت تما قدامي غارقه في الدم ديالها. قلت لها خويا هذا الشيء اللي عطى الله راه والله ما كنت ناوي نقتلها وما عرفتش شنو وقع بدات كتعض فيا وبداك الحريق جبدت الموس وضربتها. ديك الساعه خوها بقى يقول واش درتيها نسخه الوالد اش درتيها مشيت تخبر في الحبس. قال له شنو غادي دير دابا؟ قال له هاد رشيد هذا. قال له نقطعوها. خوه قال له لا عبد الكريم. قال له لا هزوها في الطاكسي نحيروا معها بقينا نقطعوا فيها نهزوها في الطاكسي ونديوها نمشيو نحطوها في شي بلاصه ونمشيو بحالنا. قال لهم داكشي اللي درنا بالفعل هزيناها في الطاكسي وركبنا وزدنا كنقلبوا على شي بلاصه يكون ما فيهاش بنادم بزاف. قال لهم فكرنا بان احسن بلاصه هي الفيلات كيكون بنادم فيها قليل وكل واحد داخل سوق راسه. قال لهم وصلنا حدا ديك الفيلا ضربنا هزينا عينينا ما بان ما كاين لا كاميرا لا والو ما باين حتى شي واحد تما وكان شويه ديال الظلام. قال لهم تما انا نزلت هزيت البنت وحطيتها قدام الباب. ديك الساعه وليت طلعت ركبت حدا خويا وزدنا بحالنا. كانت هذه الاقوال والاعترافات ديالو اللي جات في المحضر الرسمي اللي وقع عليه. هذاك خوه عبد الكريم حتى هو اعترف بانه عاون خوه فاش عاون خوه في التخلص من الجثه وتستر على الجريمه تقدموا بجوج بهم للعدالة. هذاك اللي قتل هو هذاك اللي قتل اللي كان فايت خاطب البنت جوج مرات تحكم عليه بالاعدام. خوه الشيفور ديال الطاكسي تحكم عليه ب 20 عام. وهذاك صاحبه الاول اللي شارك معاها ديك البيعه وشريه اللي عاونوا في الاختطاف حكموا عليه ب 10 سنين ديال الحبس. الزيغه شنو غادي نستافدوا من هذه القضيه هذه؟ هذا السيد كان كيبغي هذه البنت وبقى مصر على انه يخطبها المره الاولى والثانيه وكون ما كانش تزوجت على حسب ما قال هو كان عادي يعاود يخطبها. ولكن انت السي رشيد ملي عاودتي خطبتيها واش فكرتي مع راسك انك انت طلبتيها للزواج بنفس المؤهلات وبنفس المواصفات اللي طرفتي عليها في الاساس؟ تما عرف عندك تقبه في السي في دفعتي السي في ديالك راه فيه شي تقبه تما يعني واخا تخطبها مليون مره راه ما غاداش توافق عليه لانك انت هو انت ما تبدلتيش. وكان عندك مشكل مثلا كانت الخدمه ديالك ما عاجباهاش راه باقي انت خدام في نفس الخدمه كان عندها مشكل يعني في الحاله الفيزيولوجيه ديالك يعني ما عاجبهاش راه باقي انت هو انت عندك مشكل في القبول راه داكشي اللي عطى الله من عجب القبول من عجب شري. اذا خاصك تعرف ان هذه البنت ما عندكش نصيب فيها وشوفي غيره دبر لك على شي نقره فين غبر نحاسك وما كاينلاش تعقد ولا تمرض كل فوله وعندها كيال ديالها واخا تكون فوله مسوسه كيجيب لها الله غراب عوار ما كيشوف سوسه ما كيتبننها. زعما علاش انت خاطف مرات الراجل وغادي بها للفيلا وكتقول لها حقا باغي كنهضر معاك اش غادي تقول لها؟ هاد المراه هادي اللي ديتيها راه واخا تغني لها الاشعار ديال نزار قباني كامله هادشي ما يفيدك حتى بشي حاجه. مول المليح باعو راه
وهي كتابه مولاها، وانت قلب على رزقك بجهه اخرى. المهم الله يكتب علينا مكاتب الخير، والله يخرجنا من دار العيب بلا عيب، والله يجعلنا خفاف على قلوبكم. خوتي خواتاتي، تهلاو في يوسكم ونتلاقاو غدا ان شاء الله في نفس الوقت. تهلاو.